علاقتي بالدكتور محمد يعني لم تكن علاقة الطالب بأستاذه، ولكنها تخطت هذا لتكون علاقة الابن بوالده. كان الدكتور محمد حسن يعني دائم الاتصال بي، يطمئن بي على أحوالي الشخصية والعلمية. كان دائما يفتح لي مكتبته وأستعير منها ما أشاء متى شئت. يفتح لي مكتبه دائما ويفتح لي بيته أيضا، وهذا يعني مما انفرد به أو لعله مما انفرد به الدكتور محمد حسن. يفتح بيته لطلابه، بل تخطت هذه العلاقة حدود أن يكون يعني أبا أو والدا إلى أن يصير جدا لأولادي. كان يعني يمازحهم جميعا ويتصل بهم ويهاديهم، وسيتكلمون هم عن هذا. احنا بنحب جدا محمد حسن عشان بيبعت لنا الشوكولاته، وكان بيبعت لنا العيدية، كان بيتصل بينا على طول، كنا بنزوره في بيته. كنت عم جدا محمد حسن مرة فقال لي انت في حرف، قلت له في حرف الضاد، فقال لي ايه ده انت بقتني انا في حرف الدال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذي العزيز الدكتور محمد حسن، انا كنت طالبة عند سعادتك من حوالي نقول 33 سنة. درست مع حضرتك علم اللغة الصف الأول بكلية دار علوم. فعلا كنت سعيدة جدا بمعرفة سعادتك، وعرفت ازاي بحب اللغة العربية، وعرفت ازاي نشأتها، وعرفت ازاي انها لغة كانت تتحب ولازم ان احنا نبحث عنها ونتعلمها، لان هي دي اللغة بتاعت القرآن بتاعنا، هي اللغة اللي دايما نفتخر ان احنا ننتمي اليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي بالكامل دكتور احمد حمدي احمد علي. تخرجت في كلية دار العلوم عام 96 و900 و1000 من الميلاد، وعملت مدرسا للغة العربية، ثم التحقت بقسم الفلسفة الإسلامية للدراسات العليا، فحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، وأنا الآن أعمل باحثا لشؤون التعليم بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. الاسم يحيى عطية غازي، أستاذ اللغة العربية بمدارس مصر للغات، وتخرجت في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. أنا مدرسة لغة عربية وتربية إسلامية، بدرس للمرحلة الثانوية في مدارس انترناشونال. أنا بحب جدا مهنة التدريس، وطبعا ببقى سعيدة جدا وأنا بتكلم عن اللغة بتاعتنا، وبتكلم عن مظاهر الإعجاز اللي فيها، لأن الحمد لله حابة اللغة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عرفة حلمي كامل، مدرس بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وقد تخرجت من هذه الكلية في عام 2002. الحقيقة يا عمر، دعني في البداية أشكرك مرتين. طبعا قبل أن أتحدث عن أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد حسن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يمد في عمره. أشكرك على أن أتحت لي هذه الفرصة لأتحدث عن عالم وقطب من أقطاب اللغة العربية، وهو أستاذنا الدكتور محمد حسن، طبعا غني عن التعريف. والمرة الثانية أشكرك على أن قمت بهذه الفكرة الطيبة الرائعة للحديث عن عالم كبير هو الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز، وكرر طبعا دعائي له بأن يمد الله تبارك وتعالى في عمره، وأن نراه دائما في أحسن صحة وأحسن حال، ويوفقك على هذا المجهود الطيب. أولا، كان تفاعله مع الطلاب تحس إن هو بين طالب وبين والده، وليس بين معلم وتلاميذه. كان حتة الحاجز اللي بين الطالب وبين المعلم كانت ضايعة. حببنا في المناقشة، في التفاعل بيننا وبينه، في حب المادة. ما كانش همنا ازاي نجيب تقدير، على قد ما همنا استفدنا ايه من المادة وتعلمنا ايه. الدكتور محمد حسن يتميز بعدة اشياء، منها انه صاحب علم كبير جدا، صاحب علم كبير، وانه استاذ
يعرف كيف يتعامل مع طلابه، أيضا أنه يحاول أن يصل بالمعلومة إلى أن يوصل المعلومة إلى طلابه في أسهل شكل، ويستطيع أن يغرس في طلابه حب العلم وحب اللغة العربية. فهو أستاذ كما نقول يعني أستاذ الأساتذة. الذي يميز الأستاذنا الدكتور محمد حسن عبد العزيز عن غيره من الأساتذة عدة أمور. الأمر الأول كما عرفته في قسم علم اللغة بكلياتنا العريقة دار العز دار العلوم، هو من النوع المثابر على العمل الحقيقة، يعني كان يعمل بجد واجتهاد لا مثيل لهما على الإطلاق، ودائما ما كان ينصح أساتذته أو طلابه وأبنائه من المعيدين بقسم علم اللغة وغيرهم من الطلاب أنه كان صادقا في نصحه. ثم ما يميز أستاذنا الدكتور محمد حسن عبد العزيز عن الكثير من الأساتذة أنه كان حانيا على طلابه، يعني كان عطوفا عليهم الحقيقة، وكان يبحث كل مشكلاتهم ويساعدهم في الحقيقة بكل جد واجتهاد وإخلاص في حل هذه المشكلات. والله أستاذنا الدكتور محمد حسن وهبه الله عز وجل ميزات عديدة، من أبرزها حرصه الشديد على العمل وتشجيع طلابه على هذه المواظبة أو هذا الحرص الدائم على العلم والتفاني من أجله، ودائما يذكر لنا أنه إلى الآن ما زال محافظا على عدد الساعات اليومية التي يقرأ فيها وينتج فيها. فهو إلى الآن منذ أيام قليلة أخرج أحدث كتبه، وكنت مشاركا، شرفني بمشاركة إخراج هذا الكتاب وتعلمت منه كثيرا كثيرا، فبارك الله لنا في عمره وفي عمله وجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. لعل أهم ما يميز الأستاذ الدكتور محمد حسن أنه كان دائما الاهتمام بالعلم والانشغال بالعلم وحده، وعدم الالتفات أبدا إلى الصراعات التي تحدث بين كثير من الأساتذة، وكان دائما يردد مقولة العقاد: أناس لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الناس. كان مما يميزه أيضا أنه لا يقبل الهدايا أبدا من طلابه، وأذكر أنه دخل مكتبه يوما ووجد هدايا فسألني من وضعها، قلت له فلان وهو طالب، كان الدكتور محمد حسن قد أشرف عليه، فانزعج جدا واتصل به وعنفه لأنه كان لا يقبل الهدايا أبدا من طلابه، بل يعني جرت العادة في المناقشات العلمية أن يعني يقيم الطالب مأدوبة أو وليمة بعد انتهاء المناقشة، لكن الدكتور محمد حسن يعني كانت عادته ألا يقبل أبدا أن يدفع الطالب شيئا، بل ربما تكلف هو ثمن المأدوبة والوليمة كما فعل معي ومع غيري. دكتور محمد حسن من علماء اللغة العربية وقام من قامات علم اللغة، درسنا على إيده في الجامعة في الكلية في كلية دار العلوم، ودرس على إيده ناس كتيرة جدا واستفادوا جدا من علمه. نتمنى إن يبقى في ناس كتيرة عندها العلم القوي ده في اللغة وينقلوه للأجيال كلها، على الأقل يطلع لنا ناس عارفين قيمة لغتهم وفاهمين خصائصها كويس أو صفاتها كويس ومدى التميز اللي فيها، اللي هم مش عارفينه قد إيه لغتهم دي لغة مميزة جدا وأعظم لغات العالم كلها. الأستاذ الدكتور محمد حسن له مواقف كثيرة معنا، منها حينما كان يدرس لنا في الكلية، وكان في ذلك الوقت رئيساً لقسم علم اللغة
بكلية دار العلوم. أتذكر يعني من المواقف، لا أقول المواقف العلمية لأن المواقف العلمية له معنى كثيرة، ولكن أنه من شدة حبه للغة العربية أنه في يوم من الأيام طالبة تجري على السلم فخبطت فيه فقالت له سوري يعني، فجاء إلى المحاضرة وكان غاضبا غضبا شديدا من هذا الأمر، كيف لطالبة في دار العلوم أن تقول سوري. فحينما رآها أوقفها في المحاضرة وقال لها هفك لوري، هفك لوري. هذه من المواقف التي ضحكنا جميعا منها، ولكن عرفنا منها مدى حب هذا الأستاذ للغته، لغة القرآن، ومدى احترامه لهذه اللغة التي يعشقها، وجعل طلابه يعشقون هذه اللغة فيما بعد. والله وما كانش في موقف بعينه، هو دايما كنا احنا دايما في المحاضرات وما كناش بنتفاعل بره كده مع بعض، لكن كل المحاضرات كنت بحرص على حضورها، احب اسمع واتناقش فيها واكتبها، لان احنا كناش بنسجل وما كانش عندنا الحاجات دي، كنا بتكتب باليد وكنا بنسجلها في الكشكول ونرجع بالليل نبيضها تاني ونقرا تاني علشان نتعلم، فده كان بيدينا معلومه وفي نفس الوقت فهم ليها. الموقف الذي لفت نظري في لقائي مع أستاذنا الدكتور أنه كان يحترم الصغير والكبير، وكان يعطينا الفرصة كباحثين صغار لأن نتحدث وأن نقول رأينا بصراحة، والمناقشة الهادئة التي يعني لا تسبب حرجا لأبنائه الطلاب. الموقف النبيلة طبعا التي أذكرها له أنه تنازل لي طواعية عن تدريس مقرر كامل من مقررات الليسانس، وتنازل أيضا عن المستحقات المالية المتعلقة بهذا المقرر الخاصة بالكتاب والخاصة بتدريس المادة، ومثل هذا الفعل لا يفعله إلا إنسان فاضل كريم أراد الله عز وجل أن يمنحه حب الناس من خلال أفعاله التي يزديها أو يتفضل بها على تلامذته وغيرهم. فهذا موقف واحد، لكن لي معه مواقف عديدة عديدة، أبرزها أنه كان مشرفا علي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بل كان شارك معي أو تفضل علي بإعداد الخطة المتعلقة بمرحلة الدكتوراه، له علي أياد لا أنكرها له، لا أنكرها له، فبارك الله عز وجل في عمره وجعله دائما مثلا يحتذى في الكرم وفضل المال والعلم إن شاء الله.